على حضره الدفله بتاعت ابوك والناس اللي جايه تعزيك بره معدي ولا كانهم قاعدين؟ انت بتعمل كده ليه؟ يا ابني اللي انت بتعمله ده بعمل ايه؟ وبعدين فين بوسه ابن عمه الاول؟ طب ناوي تعمل ايه بقى؟ اعمل ايه في ايه؟ ما تخليها على الله. كلنا خلينا على الله يا عم ياسين، بس انا مش فاهم بجد انت عايز تعمل ايه في حياتك؟ قوم البس حاجه وانزل معايا نزور عمتك في المستشفى عشان لسه عامله عمليه. اتكل على الله مصطفى. يا ابني امك واخوك ما تعرفش عنهم اي حاجه بقالك اكتر من شهرين، وكل اللي جاي عليك ترددتني قدام الناس. انت عيل صغير يا ابني. قوم يا اخي بص في المرايه، بص منظرك بقى عامل ازاي من الهباب اللي بتضربه ده. هباب انت عيل بنت يا ابني ولا ايه؟ انت اللي يحصل ده؟ انت اتجننت؟ ايه؟ انت عملت انتوا عايزين ايه؟ يا ابني هتتشوي. انتوا مفيش حاجه. يا ابني خلص ام القرف اللي بتشربه ده. طب ما تدلدقش على الفرش، ما تدلدقش على الفرش. اصحى يا سيدي، اصحى وشوف انت عاوز تعمل ايه في حياتك. ما صليتش حتى الجمعة؟ النهاردة الجمعة؟ ايوه النهاردة الجمعة. هصلي معاك الجمعة الجاية ان شاء الله، بس انت ما تزعلش وما تخليش حد يزعل. حاضر يا عم، أول ما أصحى هعدي على حضرتك على طول إن شاء الله. محمد رسول الله، مع السلامة. إزيك يا عم؟ أهلا. إزيك يا سيم؟ أخبارك إيه وأخبار ماما وهاشم إيه؟ أخبار طنط وفرح إيه؟ توه الحمد لله، بس من يوم ما راح مصطفى وهم مش طايقين يقعدوا في البيت، كل حاجة في البيت بتفكرهم بيه.
اوضته، هدومه ودولابه وكتبه. يلا الله يرحمه. مع ان العرف يا اخي ان انتوا اللي توصلونا مش احنا اللي نوصلكم. صلهم العطرات بقى. الله يرحمه مصطفى. وحشنا يا عم. الله مصطفى وحشنا كلنا. الناس كلها كانت بتحبه وسيم. ربنا يغفر له يا رب ان شاء الله. حضرتك ما تعرفش مصطفى كان بالنسبه لي ايه. مصطفى كمان كان بيحبك قوي يا سين، وياما كان بيحكي لي على الحوارات اللي كانت بتحصل بينك وبين ابوك بخصوص حكايه الشغل. انا كان ممكن اتدخل، بس انت عارف ابوك الله يرحمه ما كانش بيحب حد يتدخل في تربيتك انت وهاشم. بس دلوقتي الوضع اختلف يا سين. انت دلوقتي كبير البيت وراجلهم، لازم تمشي من هنا تروح تصالح ماما وهاشم. لا بقول لك ايه، ركز معايا كويس. معاك يا عم، معاك. عيش حياتك زي ما انت عاوز يا سين، بس ده لا يمنع انك تنزل الشغل مع اخوك لحد ما يجي لك الشغل اللي انت بتحبه. ولازم تكون بتحبه، لازم يكون في هدف انت باصص عليه وامشي وراه. اسمع كلامي يا سين. حاضر يا عم، ان شاء الله. انا هنزل، في واحد صاحبي هيعدي عليا عشان جاي لي شغل. شغل انت حبه يعني؟ اه. حس كده بقى، خد المفاتيح. بس دي عربية مصطفى. انا عارف انها عربية مصطفى، بس مصطفى راح يا سين. العربية كده وكده مركونة، اركبها انت. وانت بالنسبة لي انت مصطفى واحد. يلا. مش عارف اقول لك ايه يا عم. ما تقولش حاجه يا سين، بس ما تاخرش العربيه عليا. حاضر، بعد اذنك. السلام. على فكره انا زعلان. ولا بتتصل ولا انت فين بتعمل ايه، ولا اكن كان في ياسين اصلا في الحياه. ياسين؟ ازيك ياسين، اخبارك ايه؟ عامل ايه؟ بص يا اخويا ياد، مالك انت بطلت بص ولا ايه؟ ياد فك ياد، احنا اخوات. اخوات؟ اخويا اللي كان هيموتني. هنقفر بقى ولا ايه؟ هنقفر ايه يا عم؟ هنقفر ايه؟ انت سايبنا بقالك شهرين انا وامك من بعد ما ابوك مات، ما نعرفش عنك اي حاجه. ولا بتسال ولا بنشوفك ولا نعرف انت فين اصلا. والمفروض ان انت يعني مكان ابوك الله يرحمه، بتاخد بالك مني انا وامك، سايبنا حتى لو في مشاكل. حتى لو في مشاكل ازاي يعني؟ بقول لك يفكس بقى كلام في المواضيع دي، لان انت اصلا يعني ما هي ما تجيبش نتيجه. عارف انا عارف ما كانش ينفع اعمل معاك اللي انا عملته ده، ولا كان ينفع اسيب امك في الوقت اللي هي كانت محتاجاني فيه. اوعكم فاكر ان موت ابوك عدى عليا بالساهل كده، ده خوفنا اكتر. انا ما كانش ينفع اشيل مكانه، ما كنتش اقدر. ايه خبطتين في الراس توجع، عايزين نلحق امك دلوقتي. مالهاش غيرنا انا وانت، وانت الكبير، فخلاص مفيش حاجه. انت رجعت للبوس تاني ولا ايه؟ حاضر، حقك عليا. يلا يلا بينا.
وتجعلنا نرى الفرص في كل تحديات الحياة، وتجعلنا نتعامل مع معتقداتنا السلبية بما يتيح لنا الفرص لاستخدام طاقتنا البشرية. فبوجود الأمل يتولد اليقين، ومع وجود اليقين يتولد الحب، ومع وجود الحب تحدث المعجزات التي بها نحقق أهدافنا.